وهذه ليلة تاسعاء، ليلة علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. إذا كان أبو الفضل العباس قمرا للهاشميين، وكان بدرا يبزغ في خيام الحسين، علي الأكبر كان الكوكب الدري بين تلك الخيام. وحين خرج إلى القتال اجتمعت الهاشميات حوله، وخرج علي بعد أن ودع العائلة، خرج إلى المعركة برجزه المعروف: أنا علي بن الحسين بن علي. خرج إلى المعركة وجندل الفرسان، وبعد قتل وقتال رجع إلى سيد الشهداء يصف له حاله، يشكو له، ماذا يقول للحسين؟ قال: أبا، العطش قتلني، وثقل الحديد أجهدني. قال: بني ارجع قاتل، وعن قريب ستسقى بكأس جدك الأوفى. رجع علي إلى المعركة وعيون الحسين ترعاه، ينظر إليه من بعيد وهو يلمح فيه رسول الله. هذا كلام الحسين، هو قال: أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. وما وجدنا في التاريخ معصوما من المعصومين من أئمتنا يصف شخصا بهذه الأوصاف. هذا الوصف كان خاصا بعلي الأكبر: أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. برز شبيه محمد مرة ثانية، رجع إلى المعركة وكان متعبا، والجراحات أخذت منه مأخذا كبيرا. توسط المعركة جاءه من الخلف مرة ابن منقذ العبدي، طعنه بالرمح، أخرج الرمح من مقدم بدنه، طعن في ظهره بحيث أن الرمح خرج من صدره الشريف، وكانت هذه هي الضربة القاتلة لعلي. فوقع على جواده والدماء أخذت منه مأخذا كبيرا، ومن دمه ما وقع على عيني الجواد. لذلك الجواد ما حمله باتجاه الخيام، حمله باتجاه جيش بني أمية، فاحتوشوه بالسيوف، قطعوه إربا إربا، هكذا يصف المؤرخون وكتاب المقاتل بأنهم احتوشوه بالسيوف من كل مكان. حين كان يجول في وسط الميدان كانوا يتباعدون عنه، لكن الآن وبعد أن طعنه ابن منقذ العبدي احتوشوه من كل مكان، السيوف أخذت تتساقط على جسده الشريف إلى أن قطع إربا إربا. من شدة الألم والأوجاع صوته وصل إلى الحسين: السلام عليك يا أبتاه، هذا جدي رسول الله يبلغك السلام. خرج الحسين مسرعا باتجاه علي الأكبر، وعلي صلوات الله وسلامه عليه كان صريعا على الأرض، الدماء تشخب من كل أجزاء بدنه الشريف. الحسين صلوات الله وسلامه عليه
واقف عند علي. أرباب العزاء يقولون، ينقلون هذا الحدث، يقولون إن عليا كان ينظر إلى وجه الحسين وعيونه باكية. الإمام سأله: ما الذي يبكيك يا بني؟ قال: أبا أرى جدة الزهراء واقفة بجانبي وتنظر إلى وجهك وهي تبكي. الزهراء، أنا أقرأ لكم تعزية، هذا هو كامل الزيارات، هذا كامل الزيارات من أوثق كتبنا. أقرأ لكم سطر سطرين تعزية يقرأها الإمام الصادق بنفسه. الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدث مالكا الجهني، حديث طويل، أنا فقط أشير إلى هذا السطر من الحديث. الإمام يحدثه عن الزهراء، يقول: وإنها في حديثه عن حزنها وبكائها على الحسين، وإنها لتشهق شهقة فلا يبقى في السماوات ملك إلا بكى رحمة لصوتها. هذا كلام إمامكم الصادق. وإنها، أي فاطمة، لتشهق شهقة فلا يبقى في السماوات ملك إلا بكى رحمة لصوتها. رواية ثانية أيضا عن إمامكم الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الرواية طويلة، والرواية ينقلها زرارة من أجلة علماء أهل البيت، من أجلة فقهاء أصحاب الإمام الصادق. الرواية طويلة أيضا، الإمام يحدثه عن أمه الزهراء فيقول: هذه الرواية عن أبي بصير وليست عن زرارة. هناك رواية أخرى قبلها أطول، أنا أشير إلى رواية أبي بصير. قال: يا أبا بصير، إن فاطمة عليها السلام لتبكيه وتشهق فتسفر جهنم زفرة، إلى أن يقول الإمام: فلا تسكن، أي لا تسكن جهنم، حتى يسكن صوت فاطمة عليها السلام. ثم يقول لأبي بصير: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ يسعد فاطمة أن يشاركها البكاء، أن يعينها الأحزان. يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ فبكيت، أبو بصير يقول، فبكيت حين قالها، فما قدرت على النطق، وما قدر هو أيضا على كلامي من البكاء. هذه شهقات فاطمة. الروايات تقول إن فاطمة في كل يوم تشهق على الحسين. الحسين على هذه الحالة فاضت روح علي الأكبر، أرباب المقاتل يقولون الحسين عليه السلام تمدد على طوله مع علي الأكبر على الأرض. زينب تراقب من بعيد، خافت على الحسين، لذلك خرجت. هذا أول خروج لزينب، هذا أول خروج لزينب حينما سقط أول عمود من أعمدة البيت الهاشمي، هذا أول خروج. قبل هذه الحادثة زينب ما خرجت من الخيام بحسب كتب المقاتل، هذا أول خروج. خرجت زينب من الخيام باتجاه الحسين وهي تنادي: وا أخاه، وا ابن أخاه.
وجاءت وألقت بنفسها على علي الأخبر. لأي شيء تريد من الحسين أن يقوم وأن يرجعها، تريد أن تشغله. وفعلا الحسين قام بهذا الأمر، قام أخذها من رأسها ومن يدها وأرجعها إلى الخيام، وقال: يا بني هاشم احملوا أخاكم عليا. والهاشميون حملوا عليا إلى فسطاط الشهداء. هذا الخروج الأول للعقيلة. أنا ما ذكرت العقيلة في الليالي الماضية، أريد أن أذكر العقيلة هذه الليلة، لأن هذه الليلة بدأت أحزان العقيلة. هذه ليلة تاسعاء، وأحزان العقيلة بدأت من ليلة تاسعاء. هذا الخروج الأول للعقيلة. الخروج الثاني للعقيلة متى كان؟ خرجت أكثر من مرة العقيلة. خروج آخر للعقيلة حينما ودع الحسين العائلة الوداع الثاني. الحسين ودع العائلة مرتين، وهذا أيضا يدخل في تجييش العواطف. لما ودع العائلة الوداع الثاني وخرج الحسين وتوسط في الميدان، ابتعد شيئا ما عن الخيام، وإذا بصوت هو صوت العقيلة يسمعه: ابن أمي يا حسين، نور عيني يا حسين، أخي يا حسين، مهلا مهلا يا ابن أمي، مهلا مهلا يا ابن المرتضى. الحسين ألوى عنان الجواد ورجع: ما الخبر أخي، ما الخبر؟ قالت: نور عيني يا حسين، تعال معي. إلى أين؟ نزل عن الجواد. قالت: تعال معي إلى بين الخيام. أخذته ما بين الخيام: ما تريدين يا ابنة علي؟ قالت: أخي حسين، اكشف لي عن صدرك، اكشف لي عن صدرك، عن نحرك. كشف لها الحسين عن صدره، قبلته في صدره، شمته في نحره، ثم توجهت زيارة، هذه زيارة، توجهت إلى تلقاء المدينة وصاحت: يا أمه زهراء، يا أمه، لقد استرجعت الوديعة وأديت الأمانة. أخي زينب، عن أية وديعة تتحدثين؟ عن أية أمانة؟ قالت: نور عيني حسين، لما حضرت أمنا الوفاء أوصتني بهذه الوصية: سترين أخاك في كربلاء وحيدا فريدا لا ناصر له ولا معين، إذا رأيتيه على هذا الحال فقبليه لي في صدره، وشميه لي في نحره، هذا النحر الذي سيذبح، وهذا الصدر الذي ستجول عليه الخيول. هذه زيارة، زيارة للزهراء، وهذه نيابة عن الزهراء. هذه القبلة التي قبلت بها صدر الحسين كانت بعنوان النيابة، نيابة عن أمها فاطمة. الزهراء حاضرة في كل مقطع من مقاطع الطفوف. هناك موقف آخر للعقيلة أذكره وأختم الحديث وأسألكم الدعاء، وهو بحسب ما أعتقد هو أشد المواقف ألماً على عقيلة بن هاشم، أشد المواقف لوعة ولهفة مرت على عقيلة بني هاشم. متى؟ حينما
توسط الحسين بعد الوداع الثاني وبعد تقبيل صدره وشم نحره، وخرج الحسين إلى المعركة. كانت العقيلة واقفة بباب الخيمة وهي تراقب الحسين من بعيد، وبجانبها أم كلثوم، ومن بعيد ترى راية الحسين تخفق في وسط البنود والألوية والأعلام والرماح، غاب غاب من الرماح والسيوف، وراية الحسين خفاقة كما قالها ابن سعد. ماذا قال ابن سعد عن الحسين؟ قال: إن نفس أبيه بين جنبيه، نفس علي بين جنبيه، علي بين جنبيه، محمد بين جنبيه، هذا هو الحسين. رايته تخفق في وسط الجموع، رايته تعلو وتعلو، وهو يكتسح تلك الآلاف المؤلفة، لكن بعد ساعة الراية اختفت. حديث بين زينب وأم كلثوم. زينب تقول: لا أرى راية ابن والدي، لا أرى راية ابن أمي. أم كلثوم تقول لها: أخي، لعل الخيل والرجال حجبته عنا. زينب تقول لها: إن ابن والدي لا تحجبه الخيول ولا الرجال ولا الفرسان، لكن الحسين أصيب بضرر. تتصورون معي هذه اللحظة، لحظة من الحيرة، لحظة من الوجع والألم واللهفة. متى انجلت هذه اللحظة؟ ما هو إلا لحظات، وإذا بصهيل الحصان، وإذا بصهيل الفرس. أقبل الفرس والأطفال خرجوا يركضون، توقعوا أن الحسين عاد كي يودعهم الوداع الثالث، وإذا بالجواد خال من فارسه، السرج مقلوب والسهام نبتت في جسد الجواد، ودماء الحسين على ناصية الجواد. إمامنا الباقر يقول، كان الجواد يقول: الظليمة الظليمة، الظليمة الظليمة، من أمة قتلت ابن بنت نبيها. سيدي يا صاحب الأمر، أيها السبب المتصل أيها السبب المتصل بين الأرض والسماء، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أقسم عليك يا ابن محمد بهذه اللحظة، بلهفتي بلهفة عمتك العقيلة، ألا تحرمنا من خدمة الحسين. أسألكم الدعاء جميعاً.